المرور للدور الثمن النهائي من منافسات كأس العرش لم يكن هينا للعديد من الفرق المشاركة، فالمنافسة عرفت تباريا شرسا إلى آخر دقائق المباريات. وننطلق من مباراة الدفاع الحسني الجديد حامل اللقب ضد نادي حسنية أكادير، والتي عرفت مرور الجديديين بعد فوزهم ذهابا وإيابا بهدف دون رد. أما بطل الدوري المغربي للمحترفين الموسم الماضي نادي المغرب التطواني فلم يتمكن من ضمان بقائه في المنافسة، إذ خرج على يد الفتح الرباطي بهدفين مقابل هدف واحد، وفي مباراة شهدت المرور للأشواط الإضافية. كما تأهل نادي النهضة البركانية للدور الثمن النهائي، حيث تمكن من تحقيق التعادل السلبي لدى البعض بنتيجة 0-0، لكنه إيجابي ما دام قد ضمن المرور للبركانيين بعد تحقيقهم للتعادل الإيجابي في مباراة الذهاب بهدف داخل كل مرمى هناك بمدينة طنجة. ممثلي الدار البيضاء كل من الوداد والرجاء قد عبر بسهولة للدور الثمن النهائي، وتمكن من تحقيق الفوز على حساب الرشاد البرنوسي والرجاء الجديد ليؤكد حضورهما في دور الثمن النهائي. وهو نفس الحال لنادي الجيش الملكي الذي تمكن من الفوز على أولمبيك خريبكا بثلاثية مثيرة، وكذلك المغرب الفاسي وشباب الريف الحسيمي وأولمبيك آسفي والكوكب المراكشي ثم الاتحاد الزموري الخميسات. وعن القسم الوطني الثاني مر كل من يوسفية برشيد وشباب قصب التادلة واتحاد ثمارة، فيما حقق النادي الوحيد من الهواة الوصول لدور الثمن وهو نادي اتحاد تونات.